زين هذا نعم. هذا مطلبكم؟ نعم مطلب من الاساس. احنا مو ضد، احنا مو ضد الحضور، ولكن احنا بدايه الدوام بدينا بالدوام الالكتروني، فعلى الوزاره ان لازم تصدر قرار اخر بان يكون الدوام عفوا الامتحانات الكترونيه، على اعتبار احنا اصلا دوام الكتروني. فهذا مطلبنا الاساسي. احنا للاسف الاسبوع الماضي يوم الثلاثاء كان لنا احتجاج امام وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، لكن للاسف ما حد استجاب لمطالبنا ولا حد انطانا اي اهتمام. لذلك احنا نحذر من هنالك احتجاج كبير جدا مليوني لموجه طلاب قادم يوم الاحد ان شاء الله القادم امام وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، اذا ما صدر قرار اخر بان تكون الامتحانات الكترونيه.